مخفيش، أنا سليم، أنا عايش مموتش. حكم الإعدام اللي اتنفذ ده كان لعبة، عملتها عشان أقدر أهرب. ما تزعليش مني، بس كان لازم أعمل كده. أنت كان لازم تبقي متأكدة إن أنا مت بجد عشان ما تتأذيش. وحشتيني يا غادة. لكن أنت كنت، أنا استلمت جثتك. يعني أنت لما كنت معايا في العربية كنت عايش. طب ده أنا دفنتك. أنا مش قادرة أفهم، أنا مش قادرة أفهم حاجة. يعني أنت كنت عايش وسبتني أفتكر إنك ميت كل ده. طب ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ ليه خليك تعمل كده؟ ولو كنت حاولت اكلمك او اوصلك كانوا هيعرفوا، وساعتها كانوا هيفتكروا ان انت معايا او بتساعديني. انا كنت خايف عليكي، اللي عملته ده عملته علشانك. صدقيني علشانك وخايف عليكي. انت عايز تفهمني ان انت عملت كل اللي عملته ده علشاني انا؟ علشانك طبعا، امال عشان مين؟ انت مراتي وحبيبتي. مش عايز اسمع الكلام ده، انا مش عايز اسمع الكلام ده. مش بعد كل اللي عدى تقول لي مراتي وحبيبتي؟ ما تقوليش كده. امال اقول لك ايه؟ ما هو انت مراتي. انت الحاجه الوحيده اللي خلتني مستحمل كل اللي فات. انت الحاجه الوحيده اللي انا عايش عشانها لغايه دلوقتي. غاده، فين دبله جوازنا؟ انا قلعتها، قلعتها ورميتها من لما بقيت أرملة. معلش، أنا عارف إن اللي بيحصل ده كله صعب عليك إنك تفهميه. مش صعب عليك أنت بس، صعب على أي حد. عشان كده أنا مقدر، مش عايز منك أي حاجة، بس أنا بحبك ومش عايز منك حاجة. بس بلاش تجيب سيرة لحد اللي احنا اتقابلنا، ولا اي حد يعرف ان انا لسه عايش. ترجعي حياتك وتعيشي بشكل طبيعي جدا عشان محدش يشك فيك. اسليم لو سمحت، انا عايز اروح من هنا دلوقتي حالا. انا عايز اروح حالا. امسك التليفون ده، دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أوصل لك بيها، لأن أكيد كل تليفوناتك متراقبة. بصي لي، عشان خاطري حاولي تسامحيني، عشان خاطري. ممكن أمشي؟ ودي عند عربيتها. عندك حق يا حمزة، أنا كمان فكرت في موضوع إن الوزارة مخترقة،
وفيها حد هو اللي بيساعد سليمة انه يهرب. حد مين يا فندم؟ ما هو لو في حد فينا ساعد سليم على انه يهرب لازم يكون على اعلى مستوى، والا ما كانش اكبر عشماء ودكتور السجن انهم يساعدوا سليم انه يهرب. انا عارف، لكن اللي مش عارفه لحد دلوقتي هو مين. ده السؤال بالظبط يا فندم. الا كده سليم هيعرف اي حاجه نعملها حتى قبل ما نعملها، هيبقى استحاله ان احنا نقبض عليه. خليكم انتوا الاثنين ورا حسن وسيبوا لي انا موضوع سليم، انا عارف اعمل فيه. غادة، كنت فين لحد دلوقتي؟ ما بترديش على الموبايل ليه؟ كلمتك يجي 100 مرة. عادي يا ماما، كنت حاطاها سايلنت عشان كنت في الشغل، ولما جيت امشي لقيت العربية عطلانة ومش راضية تدور. تقومي تتأخري لحد دلوقتي؟ لحد ما رحت البنزينة ولقيت حد يصلحها لي، يعني خدت وقت. كنت خدت تاكس أو على الأقل كلمتيني عشان ما أقلقش عليك. وتقلقي ليه يا ماما؟ هو في إيه يقلق؟ إيه مالك؟ في إيه؟ معلش يا ماما، حقك عليا، أنا تعبانة ومش نايمة من امبارح ومحتاجة أدخل أنام. تصبحي على خير. ايوه ايوه، لحظه واحده. ساتر يا رب. طيب طيب، حال انت فواز عبد الرحيم؟ ايوه. تعال معانا. طب بس اغير. يلا تعال معانا هاتوه. تعال. عايز تفهمني ان لحد دلوقتي لا جالك ولا اتصل بيك؟ يا سعاده البيه، بالعقل كده، سليم ابني مات ودفنته بايديا دول، يبقى هيجي يزورني ازاي يعني؟ بقول لك ايه، الفيلم ده تعمله على واحد تاني، انا وانت عارفين كويس قوي ان سليم لسه عايش، يبقى ملوش لازمه الشغل ده معايا. عايش ازاي؟ ده حكم اعدام ومات، الله يرحمه. بقول لك عايش ايه؟ انت ما عندكش الاسوانه المشروخه دي هتشغلها لي كل شويه؟ اسمع يا عم الحاج، انت راجل كبير وزي ابويا، يعني ما انتش حمل بهدله، انت عارف كويس قوي ان انا هجيبه، يبقى تتكلم وتجيب من الاخر ودلوقتي. انا قلت لك كل اللي عندي، سليم مات. يعني قالك ما يعرفش حاجه؟ كنت متوقع كده. طب بقول لك ايه؟ حالته الصحيه عامله ايه؟ طب خلاص سيبه يمشي. ايوه يروح. مش هتعرف تطلع منه بحاجه اكتر من كده. بس بقول لك ايه؟ يفضل تحت المراقبه 24 ساعه، لو سليم حاول يروح له او يتصل بيه اعرف على طول. ماشي. دخل الحاجة جوه. جبت لك كل اللي طلبته. طب تمام، بس أنا مش هبدأ شغل دلوقتي، عايز ألحق حسن، حمزة زمانه بيدور عليه. تعمل معاه إيه؟ هشوف. قول لي يا سليم، أنت ناوي تعمل إيه مع حمزة بالظبط؟ لو واحد قتل لك ابنك هتعمل معاه إيه؟ ماشي، حقك، بس ما تخلوش يلهيك على اللي احنا بنعمله. اللي احنا داخلين عليه يا سليم اهم من حمزه ومن كل اللي وراه.
وما تنساش كمان ان هو الوحيد اللي عارف يقبض عليك قبل كده. عشان كده مش هخليه يهدى ويفكر. هخليه يفضل يلف حوالين نفسه لغايه لما يدوخ ويقع. ساعتها يبقى نقعد ونتحاسب. مش هتأخر عليك. نمت كويس؟ يعني تاني؟ جرى يا حمزة؟ انت ما سمعتش الدكتور قالك ايه ولا في ما حكايتك ايه؟ اطلب لي قهوة. قهوة ايه يا عم؟ الصبح افطر الاول، استنى اطلب لك فطار. اطلب لي قهوة بس يا بهاء. حسن دكتور السجن طلع ان ليه اتنين قرايبه ساكنين في القاهرة، وطبعا اكيد هو مستخبي عند واحد منهم. جبت لكم العنوان بتاعتهم اهو. انت واحد وانا واحد، ها؟ يلا بينا. دودو برضو مش هتقولي لي ايه اللي حصل امبارح واخرك كده؟ ما انا قلت لك ان عربيتي كانت عطلانه. غدا يا حبيبتي، انت عمرك في حياتك ما كدبتي عليا، حتى وانت صغيره، هتكدبي دلوقتي؟ مش هكدب عليكي، وهقول لك ايه اللي اخرني. انا كنت امبارح مع سليم. سليم؟ ازاي؟ وليه؟ تاني سليم؟ وليه ما قلتليش من امبارح؟ عشان كل اللي انت بتعمليه ده، عشان انا مش حمل زن وضغط ووجع قلب اكتر من اللي انا فيه. طب فهميني، انت ناويه على ايه؟ عملتي معاه ايه؟ ما عملتش حاجه ومش ناويه على حاجه، وزي ما قلت لك قبل كده انا وسليم خلاص ما بقاش في اي حاجه ما بيننا. ينفع دلوقتي اروح شغلي؟ شغلي ايه اللي هتروحيه؟ انت مش هتخرجي من البيت. انا لازم اروح ولازم اتصرف عادي وكأن ما فيش اي حاجه عشان ما حدش يشك. شايفه بقى الهنا اللي بنتك فيه؟ غادة استني هنا. غادة قلت لك قبل كده ما اعرفش عنه حاجه، وبعدين انا وحسن اصلا ما بنتكلمش كتير. يعني انتوا ولاد عم ولا بتتكلموا ولا تعرفوا عن بعض حاجه؟ ايوه ما اعرفش عنه حاجه. وانا بقى المفروض اصدق الكلام ده مش كده؟ تصدق ولا ما تصدقش؟ اعمل لك ايه هنا؟ تعمل لي ايه؟ انا اقول لك تعمل لي ايه يا حبيبي؟ بص بقى، عشان انا ما عنديش وقت وخلقي اصلا ضايق، حسن قريبك دوت هرب وهيتجاب، يعني هيتجاب تمام؟ فمن الاخر كده ومن غير لت وعجن تقول لي هو راح فين؟ يا اما قسما عظما برب. يا ابو مريم مفيش حاجه، مفيش. احنا اسفين، واضح ان احنا ازعجنا المدام. ماشي، بس انا هتلطفها كده، اخش اعتذر لها بالشياكه واقول لها نص ساعه رايح مشوار وجاي تاني. يلا. مشوار ايه يبقى؟ يلا ايه؟ هنروح فين؟ يلا يا ابو مريم. ايوه اتاخرت يا حمزه، حسن كان هنا ومشي. ما تضيعش وقتك، مش هتعرف تلاقيني بالسهوله دي. قول لي عامل ايه دلوقتي احسن؟ اسمع يا سليم، اوعى تفتكر اللي انت بتعمله معايا ده هيجيب نتيجه.
وهتفتكر ان انا مش هعرف اجيبك يا سليم. حمزه انا اللي هجيبك مش انت. ودلوقتي يلا علشان تلحق، قدامك ساعه واحده، يا توصل لحسن يا اما انا اللي هوصل له الاول، وساعتها انت عارف ايه اللي هيحصل. ايه ده؟ انت نايمة ليه؟ انا قلت هرجع عليك محضرنا العشاء ونقعد. اتأخرت كده ليه؟ بقالك اربع ساعات بتقولي الساعة وهاجي. يعني انا جاي ببوسك بتزقيني؟ وبعدين في ايه يعني؟ قعدت مع اصحابي والقعدة طولت شوية وفي شوية بنات حلوين جم قعدوا معايا. انت شكلك فايق وانا تعبانة وعايزة انام، كفاية رغي. ماشي. هو ايه اللي في ايدك ده؟ انت مالك بقى؟ انت مش كنت عايزة تنامي؟ هات وريني. بكرة لما تصحي من النوم إن شاء الله. بقول لك هات وريني. إيه ده؟ إيه ده؟ ده عشان أنا؟ لا ده مش بتاعك أنت، استني. بطل بقى رخامة. طبعًا يا عبيطة بتاعك، أمال بتاع مين يعني؟ بس ده تحفة. تحفة تحفة، بس ده شكله غالي قوي. بصراحة هو غالي شوية. بس مش خسارة فيك. أكيد مش خسارة فيا، بس إحنا كنا متفقين إن إحنا نحوش. طب ما أنا حوشت أهو وجبت لك الخاتم. لا، اتفقنا نحوش عشان ندخل أحمد المدرسة كويسة. يا ستي لما يبقى يكبر ويخش المدرسة نبقى نبيعه. لا مش هنبيعه، ده خلاص بقى بتاعي أنا. طب البسيه بقى عشان نشوفه على إيدك. طف. شكلي كده خلاص مش هنام. أكيد مش هتنام. ومين قال لك ان انا كنت هسيبك تنام؟ الو. يا حمزه. ايه سليم؟ لا ما كلمنيش ولا حاول يقابلني. بقول لك ما قابلتوش. حمزه لو سمحت ما تكلمنيش تاني. تاني الدكتور حسن اخر مره كلمك في التليفون امتى؟ مش فاكر، بس من زمان. انا وحسن ما اتكلمناش. اخر مره هسالك السؤال، بص انا حلو معاك ازاي، بس بعد كده ما تبقاش تزعل مني. الدكتور حسن اخر مره كلمك في التليفون امتى؟ مش فاكر، صدقني مش فاكر. وماله؟ افكرك. شايف الورقة دي؟ الورقة دي فيها كل المكالمات اللي عملها الدكتور حسن آخر يومين. لقينا فيها إيه بقى؟ لقينا فيها إن آخر واحد كلمه الدكتور حسن في التليفون كان أنت، تخيل؟ وإيه كمان؟ كلمك مكالمتين، أول واحدة كانت امبارح 5:30 الفجر،
3 دقايق و19 ثانية، والتانية بعديها 9 الصبح قعد معاك في التليفون ربع ساعة. افتكرت ولا هو صحيح كلمني لكن ماليش رايح فين؟ بس قالك انه هيهرب، يبقى اكيد كان عايزك تساعده. انا معرفش حاجة، معرفش. ما تعرفش حاجة؟ ماشي براحتك، بس عايز افهمك على حاجة. انت بتاعي، ومفيش اي حد في الدنيا دلوقتي عارف انت فين ولا هيحصل لك ايه، وانا وراك لحد ما تجيب اخرك. فمن الاخر هتتكلم، هتتكلم. عملت ايه بقى؟ الكلام مش هجيب نتيجه مع الواد ده سعادتك. الواد ده لازم يتشد عشان يتكلم. يتشد؟ طب هو عصام مش كده؟ ايوه، بس انا ما اعرفش حاجه ولا ليها دعوه باي حاجه. قول لي يا عصام، انت تعرف عقوبه التستر على مجرم هربان من العداله قد ايه؟ يعني من 3 لـ5 سنين، وده في الجرائم العاديه، لكن في حالات الارهاب والامن الوطني العقوبه دي بتوصل للمؤبد. انا عارف انك عايز تساعد قريبك، لكن عندك استعداد تدفع ثمن مساعدتك ليه ولا لا؟ انا عن نفسي مش هعمل لك حاجه، ومش هخلي اي حد هنا يعمل لك حاجه. اي حاجه هتحصل هنا هتبقى بارادتك انت وبالقانون. عايز تتكلم اتكلم، مش عايز تتكلم انت حر. هو كلمني وقال انه لازم يهرب، لكن والله العظيم ماليش ليه ولا حتى ايه اللي حصل. انا معرفش حاجه. ومش لازم تعرف، انا كل اللي عايزه منك تقول لي هو فين، وانا وعدك بعدها على طول هسيبك تروح بيتك. الكلام ده لو ساعدتني، لكن لو ما ساعدتنيش انا مش هقدر اساعدك. حسن قاعد في شقه ابن خالتنا اللي مسافر، لكن مش هيفضل قاعد فيها كتير. حسن هيسافر النهارده. سات سوبر جيت فرع الجيزه تحت امرك. الو الطريقة اللي انت بتشتغل بيها دي مش هتنفع بهاء. يا فندم سيادتك لو كنت اديتني فرصة كنت خليته يتكلم. ما كانش هيتكلم.
ولا انا كنت هوافق على الطريقه اللي انت استجبت بيها. شغل زمان ده خلاص انساه يا بهاء. اتفضل. صباح الخير يا سعاده الباشا. صبري باشا اتفضل. ازيك يا بهاء يا ابني؟ صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا يا صبري باشا اتفضل اتفضل. شكرا جزيلا يا فندم. الحقيقه انا لقيت نفسي يعني فاضي شويه، قلت اجي ادردش يعني مع حضرتك. انت تشرف في اي وقت يا صبري باشا، تقدر تمشي انت بهاء. متعب شويه بهاء. بتاع شغل بس محتاج يتظبط شويه. المهم اخبارك ايه؟ معك دلوقتي وسليم ايه هرب؟ ماشي ماشي انا في انتظارك. يلا عرفت توصل له للدكتور؟ حمزه جايبه وجايبيه على هنا دلوقتي. عظيم، لو عرفت تخلوه يتكلم هتعرفوا منه كل اللي انتوا عايزينه. ما اظنش انه هتكلم بسهوله، اللي خلاه يساعد سليم ممكن يخليه ما يتكلمش. والله يا باشا هقول لك ايه، بس شغلتنا دي ما فيهاش اي حاجه سهله ابدا. انا عطلتك بما فيه الكفايه، هستاذن انا. يا صبري باشا انت تنور في اي وقت، على الاقل نستغل خبرتك دي. يا باشا العفو، لو حضرتك عوزت اي حاجه كلمني في اي وقت. ان شاء الله. سلام عليكم. مع الف سلام. انت سايب الباب مفتوح، انت نمت ولا ايه؟ ادخل. يا نهار ابيض حاج فواز، حاج فواز يا نهار ابيض. الو الاسعاف؟ حمزة مسك دكتور السجن. متأكد؟ شفته هو بيقبض عليه، وزمانه دلوقتي واخده على الوزارة عشان يحقق معاه. تفتكر هيتكلم؟ أكيد هيتكلم. انت جايبني هنا ليه؟ ها؟ جايبني هنا ليه؟ هتعمل فيا ايه بس؟ هتعمل فيا ايه؟ هتعمل فيا ايه؟